الدين الإسلامي مراتب ثلاثة، ثلاث درجات. إسلام دينا درجة عدوهم بوغ. المرتبة الأولى الإسلام. حلغر درجة إسلام دو. والإسلام أركان خمسة، أركان الإسلام خمسة. إسلامي قو أركان قو ركن يوم قي ركن يوم بوغ. المرتبة الثانية الإيمان وأركان الإيمان ستة. شولغ درجة إيمان دو عنتنا يعلغ ركن يوم. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد. قول درجة إحسان دو إحسان تحركن يوم. نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. الدليل لا إسلام ركن شاء إيمان ركن شاء جبريل حديث دون عليه السلام.